What's up friends, لارا معاكم. النهاردة هاخدكم معايا جولة في ايكيا. هنشوف مع بعض 20 فكرة مختلفة لتنظيم المساحات الصغيرة. أول فكرة هنشوفها مع بعض للمطابخ الصغيرة هي الوحدة دي اللي بتتعلق على الحيطة. دي جميلة جدا لأنها رفيعة بس في نفس الوقت عندها 3 رفوف ممكن يتحط عليهم برطمانات، يتحط كوبايات، يتحط صحون، وعندها في الآخر تحت كده زي عصاية عليها زي شماعات كده هوكس ممكن نعلق عليهم المجات. الحلو إنه الهوكس دي داخلة جوه العصاية فمش هتقع، فمتينة وجميلة وتتعلق على الحيطة ونكسب مكان كتير في المطبخ. تاني فكرة هي العلاقات المعدن دي اللي بتتعلق على الرفوف اللي جوه الدواليب. دي عشان نكسب مكان جوه الدواليب عشان نعلق العلب اللي هي الـ 365 الـ 365 بتوع ايكيا. اللي مش عارفين العلب دي، العلب دي جميلة جدا. الازاز بتاعهم في منهم بلاستيك كمان، بس الازاز بيدخل ديشواشر، بيدخل مايكروويف، بيدخل فريزر، بيدخل الفرن كمان. ممكن تحطوا لهم غطيان، غطيان بلاستيك او غطيان خشب، والغطيان البلاستيك كمان ممكن تغيروا لهم الجلدة بتاعتهم لو الجلدة بتاعتهم باظت. فالعلب دي اساسا علب جميلة جدا، والعلاقة دي هتوفر كمان مكان في الدواليب الصغيرة. بعد كده عندنا المنظمات دي بتاعت الدروج. هي معمولة علشان تدخل في الدروج بتاعت المطبخ، في الحجم الكبير ده وفي حجم ميديم، هو نفس التقسيمة بتاع الحجم الكبير بس العرض بتاعه أقل، وفي الحجم الصغير اللي هو يدوب بس عنده خانتين. الحلو في المنظمات دي انه مش بس ممكن نستعملها في المطبخ، ممكن كمان نستعملها في الدروج بتاعت المكتب، مكتب الولاد او المكتب بتاعنا عشان نحط الاقلام والحاجات دي. الفكرة اللي بعدها هي المنظمات برضو بتاعت الدروج اللي هي معمولة من الخشب، من البامبو، وخصوصا بتاعت السكاكين. انتوا شفتوها عندي في مطبخي، جميلة جدا، بتخلي السكاكين تتنظم جوه الدرج بدل ما نحطها في البلوك بتاعها فوق الكاونتر وتاخد مكان من على الكاونتر بتاعنا. فالمنظم بتاع السكاكين ده جميل جدا. الفكرة بتاعت الصينية اللي بتلف دي او الليزي سوزن برضو شفتوها عندي وسألتوني عليها كتير. هنا هما مستعملينها فوق كاونتر بس لو تفتكروا انا عندي في المطبخ حطها في الدواليب بتاعتي الغويطة علشان اقدر اوصل لكل حاجة بكل سهولة. دي واحدة من احلى الباسكتس اللي انا بحبها عند ايكيا دلوقتي. هما هنا مستعملينها لاستعمال تاني بس انا هاخدها للمطبخ احط فيها البصل والبطاطس، هتبقى بيرفكت لانه فيها خروم للتهوية. اول فكرة تنظيم للحمامات الصغيرة هي الرفوف دي. جميلة جدا لانها رفيعة فمتاخدش مكان كتير. في منها اللي هو بس كله رفوف كده، ممكن نحط عليه الفوط، ممكن نحط عليه ورق التواليت، اي حاجة، شامبونات، كل ده. وفي منها التانية هي اوطى سنة بس عندها زي درفة تحت بتتفتح، فلو عندنا مثلا حاجات خاصة او كده عايزين نحطها تبقى مقفول عليها بباب ممكن نستعمل دي. الفكرة التانية اللي حبيتها جدا للحمامات الصغيرة هي الرفوف اللي بتتحط فوق التواليت دي، ما بتاخدش خالص مساحة من الحمام لأنه بنستغل المساحة الفاضية اللي فوق التواليت وممكن ننظم حاجات كتير عليها. العلب الشفافة الصغيرة دي بقى عجبتني جدا لأنه ممكن تتحط فوق الكاونتر لو ما عندناش مثلا دواليب في الحمام أو كده. ممكن نحط فيها فرش السنان، معجون السنان، نحط فيها القطن، الكيوتيبس بتاع الودان، أي حاجة. والحلو ان هما بيركبوا فوق بعض كمان، غير ان هما علشان شفافين وقلهم غطا وكده شكلهم شيك جدا. فدول جمال جدا مش بس لتنظيم الحمام، ممكن كمان في اوضه النوم او في المكتب. دي الباكو بيجي فيه 5 علب، في 3 صغيرين وواحده ميديم وواحده كبيره خالص.
أول فكرة لتنظيم الهدوم والأكسسوارات هي العلبة دي بتاعت الجزم. تقريبا أغلبية الناس اللي أعرفها عندها مشكلة في تنظيم الجزم دي، بتيجي الوحدة فيها الاتنين دول بيتفتحوا كده، شايفين قد ايه رفيعة، بتتعلق على الحيطة. ممكن تحطوهم جنب بعض أو ممكن تحطوهم فوق بعض لو ما عندكوش مكان بالعرض، أو ممكن كمان تجيبوا منهم 4 أو 6 وتعلقوهم جنب بعض. المنظمات بتاعت الدروب دي نفس فكرة اللي شفتوها في الدولاب بتاع ابني، ازاي انا بنظمه. دي جميلة جدا علشان تتحط جوه الدروج طبعا، عشان ننظم الشرابات، الاندرويرات، كل الهدوم بتاعت الولاد او بتاعتنا احنا كمان. دي بتيجي الباكو فيه 6، في 2 من العلب الصغيرة و2 من الميديوم و2 من الكبار. لو اي حد ما عندوش مكان للتخزين في بيته، العلب دي بيرفكت للموضوع ده. دي اللي هي العلب اللي بتنزل تحت السرير، لو عندكم مساحة تحت السرير تقدروا تستغلوها في تخزين الحاجة، تخزين الهدوم الشتوي مثلا او الهدوم الصيفي. هنا دي شايفين قد ايه كبيرة. الحلو فيها انه الجانب بتاعها، كل الجوانب والقعر بتاعها جامدين، زي ما يكون فيهم زي كرتون كده او حاجة، فما هماش مايعين كده. لا، العلبة حلوة وماسكة نفسها، وعندها الايدين اللي قدام دي علشان تتشد، اقدر اشدها بكل سهولة، اطلعها من تحت السرير وادخلها تاني. وعندها طبعا السوستة من فوق اللي بتقفل على الحاجة علشان ما تتربش. لما شفت الباسكت ده قلت لازم اقول لكم عليه، ده زي اللي شفتوه في الفيديو بتاع تنظيم دولابي انا، وسألتوني منين تجيبوه. في اهو واحد عند ايكيا بيشبه له، اللي هو شفاف من قدام عشان تشوفوا ايه الهدوم اللي جواه. بصوا العلاقة دي قد ايه جميلة وشيك لأي حد ما عندوش مكان ينظم كل الاكسسوارات بتاعته والفولارات. رقيقة جدا، تتعلق على الحيطة، متاخدش مكان، وتقدروا تنظموا فيها كل اكسسواراتكم. للناس اللي ما عندهاش مكان تحط باسكت للهدوم اللي عايزة تتغسل، في الكيس ده او الباسكت ده. الحلو فيه انه الخامة بتاعته زي مشمع شوية كده، فهي ماسكة نفسها بس في نفس الوقت فلكسبل، اقدر اشيلها بكل سهولة، اخدها اخد الهدوم زي ما هم كده واديهم على الغسيل، وفي نفس الوقت اقدر احطه جوه الدولاب علشان هو خفيف، فممكن احطه جوه الدولاب لو ما عنديش مكان في الاوضة احطه. البوك شيلف ده جميل جدا لانه بياخدش اي مكان، بيتعلق على الحيطة وممكن تحط فيها كل الكتب بتاعت الولاد في اوضتهم. ما اقدرش اقول لكم قد ايه الوحدة دي بتاعت تخزين وتنظيم حاجة الولاد جميلة جميلة جدا. بيجي فيها بنز كل الاشكال وكل الاحجام، فممكن تعملوا كاستمايز واحدة للاحتياجات بتاعتكم عشان لعب الولاد او علشان هدوم الولاد. الكارت دي جميلة جدا علشان استخدام كل الحتت اللي ضيقة، مثلا جنب غسالة او جنب التلاجة، في اي كورنر كده اللي هو بيبقى يدوب فيه مساحة ضيقة ممكن ندخل يدوب حاجة رفيعة كده. دي جميلة جدا لانها على عجل، فبسهولة ممكن ادخلها في الكورنر الضيق ده واستعملها علشان اخزن او انظم عليها حاجات. العلب دي probably من أشيك العلب اللي شفتها عند ايكيا بتاعت التخزين. هي بلاستيك وفيها زي فتحة قدام كده علشان لو عايزين تشدوها منها. إلها غطا جميل جدا، والغطا لو تشوفوا إله شفة كده علشان دول بيتحطوا فوق بعض، فممكن أحط كذا واحدة فوق بعض، فدي حلوة عشان تنظم أي أوضة عندكم في البيت. وبمناسبة المنظمات الشيك، عندهم الباسكت دي جميلة جدا. هي الخامة بتاعتها زي فيلت كده اللي هو بيبقى ناعم، وعندها الزراير الذهبي دي مديالها شياكة حلوة قوي. بتيجي بكذا حجم، ده الحجم الصغير، وفي الحجم التاني اللي هو الكبير اللي هو بيبقى على قد الكيوبز بتوع ايكيا، فحلو جدا لانه ممكن تحطوه مثلا في الصالون بتاعكو او كده، هيبقى شكله شيك وتقدروا تخبوا جواه اي حاجة عايزين تخزنوها.
قبل ما امشي حابه اشارك معاكم حاجتين من احلى الاكل اللي بحب اشتريه من عند ايكيا. اول واحده مربى البرتقال دي، لو ما دقتوش مربى البرتقال دي بجد فاتكو نص عمركو. جميله جدا، كل المكونات اللي فيها كلها ناتشرال، هي اورجانيك اساسا وطعمها تحفه. ونص عمركم التاني بقى هيكون فاتكو لو ما دقتوش الجاتو اللي بالشوكولاتة والآمنز والكراميل بتاع ايكيا. الجاتو ده probably من اشهر الجاتوهات، وكل ما اروح هناك لازم اجيب منه. I hope تكون عجبتكم الجولة في ايكيا النهاردة، وتكون اديتلكوا افكار علشان تنظموا المساحات الصغيرة اللي عندكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك، ولو استفدتوا منه اعملوا شير مع حد تاني يستفاد منه. شكرا جدا لمشاهدتكم النهاردة my friends، هشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.